السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال. أنت المحول الأرضي الجديد على مستوى إذن بلدية بير موندرايس أو بين بلدية بير موندرايس وبلدية بير خادم، إذن على مستوى المحطة الجديدة للمتعددة الأنماط التي الأشغال بها تعرف وتيرة جدا متسارعة، وإن شاء الله هذا المكان هذا يعني المحطة وطرق كذلك المحيطة بها سوف تعرف يعني التحسين، وسوف تهيكل لا محال النسيج العمراني في المنطقة. ونخليكم تتابعوا على كل حال هذا التقرير من إذاعة وتلفزيون الجزائري حول الموضوع، والسلام عليكم. وسط هذه الورشات المفتوحة تتواصل أشغال مشروع إعادة تهيئة محاور الطرقات على مستوى بئر موندرايس بمحاذاة المحطة البرية الجديدة، ووفق معايير مدروسة تم وضع مخطط لإنجاز يتضمن عدة منشآت فنية. دابر يعني وشو يديروا لي بلون حاجة مليحة، مام دي زونغورجمون تاع لاكوت هذه فيها بزاف لي سيركيلاسيون، خاطر هذا بوشون بكري لاكوت معروفة يعني ماشي من اليوم، وإن شاء الله تكون خير. أشغال المشروع عبارة عن تمديد النفقين الأرضيين على مسافة 300 متر تقريبا، بالإضافة إلى إنجاز 3 أنفق أرضية للراجلين مع محور دوران الذي يسمح بتسهيل حركة السير في كل اتجاهات. وبالموازاة مع الأشغال تتم عملية مراقبة الإنجاز من خلال المتابعة التقنية الدقيقة. حطينا ديزيكيب يعني بوضع فرق لمراقبة، مثلا مراقبة الطرقات يتم إيكيب جيو تكنيك ومراقبة الخرسانة إيكيب دو بيتون. وبنفس الوتيرة تتواصل الأشغال هنا بهذا المشروع الحيوي والهدف يفق الخناق عن العاصمة وكذلك تسهيل الحركة المرورية خصوصا مع إنجاز هذه المحطة البرية الجديدة. نظام العمل بالتناوب يضمن تواصل الأشغال بهدف تسليم المشروع في أجله المحددة. الأشغال على نفس النمط، وهذا بأشغال مداومة 3 في 8، عملا بهذا لكي نصل إلى الهدف المنشود وهو فتح الطريق لمستعمل الطريق خاصة في هذه الأوينة مع الدخول الاجتماعي. فك الاختناق المروري بمداخل العاصمة من أولويات هذا المشروع الحيوي، فيما يبقى الاستغلال الأمثل للمحطة البرية الجديدة ببئر موندرايس من المشاريع المتكاملة بالعاصمة.